بالكلام العظيم عن الأحلام اللي اتحققت، إيه أحلامك للي جاي؟ يعني أنت شايف إنه إزاي ممكن التعلم بشكل عام أو مهنة التعليم، المشتغلين في التعليم إزاي ممكن هم كمان، أنا بسألك على الجانب الآخر بقى مش بجانب الطالب، يعني المدرس إزاي هو ممكن كمان يتواكب يساعد يكون جزء داعم لمنظومة تطوير المهارات؟ خلينا نقول على حاجة، في 2019 من بعد ما الكورونا دخلت والكلام ده كله، عايز اقول لحضرتك في مدرسين كتيرة جدا ما تضرروش، سواء المدرسين اللي بيدوا للطلاب المجموعات والكلام ده كله، او حتى يمكن المدارس، عشان المدارس الحكومية اكتر، احنا سمعنا صوت المدارس الحكومية اكتر علشان الناس ما كانتش عارفة تتعامل مع التابلت او كده، بس في الاول والاخر هو النهاردة الناس بقت عارفة تتعامل على ده، والنهاردة الطلبة اي نعم منطقي جدا 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 يبقى في بعض من الصعوبات. يعني انا عشان ادرس ما لازم في حاجات كتيره صعبه بتواجهني. يعني انت رايك ايه في الصراخ الفظيع اللي بيحصل مثلا لما بيبقى في مشكله في التابلت في الامتحانات الالكترونيه، رايك في ايه ده؟ الناس دايما بتعلق الموضوع، خلينا نتكلم بصراحه شديده، الناس بتعلق دايما الموضوع على ان الوزاره ومش الوزاره، الموضوع اطلاقا مش الوزاره اطلاقا، هو في الاول والاخر يا جماعه احنا متعلمين وطول عمرنا اتربينا على عادات وتقاليد، ان ده الامتحان هيبقى سهل والامتحان هيبقى في مستوى اي طالب والكلام ده كله، في الاول والاخر هو بيصعبها عليك، مش بيبقى فكره ان هو صعبه از امتحان او از ان هو كوزاره او الكلام ده كله، لكن تشبه اللي انت مطلوب منك بالظبط، لان هو بعد كده انت هتلاقي ده يعني هو النهارده انك كمان استعمال التكنولوجيز بقى ابسط حاجه النهارده، اي طالب علشان يدخل يعرف يتخرج من الجامعه لازم يبقى سريع جدا على ابسط حاجه اللابتوب او الكمبيوتر، فهو بيعلمك شويه بيزكس، بس ما انت قاعد، ما انت اوريدي بتشتغل على الموبايل بالزبط. يعني انت الطالب لو بصها لنفسه قاعد مع نفسه دقيقه، انا بلعب اوريدي على الموبايل وبلعب بكل الالعاب الالكترونيه وبتفرج على كل المنصات وبعرف اطلع وانزل وكل ده، فما فرقتش في الامتحان بالظبط. انا عايز اسالك عن معضله الاهالي بصراحه مش معضله الطلبه، مين الاكثر تجاوبا مع التطور؟ من غير ما حد هيزعل ما تخافش. الاهالي بيساعدوا ولا الطالب هو اللي بتلاقيه اكتر متجاوب؟ على حسب السن وده مهم قوي. الاهالي اللي ما بين مثلا اللي من الاربعينات فيما فوق موضوع التجاوب معاهم صعب شويه. الاهالي اللي بننزل بالعمر تحت الثلاثينات وبدايه العشرينات اللي هو لسه متجوزين بدري وكده، دول بالنسبه لنا بيبقوا هم خلاص هم فاهمين وقارين وفاهمين ده. هم جزء كمان هم جزء من المنظومه، لان هتلاقي الـ 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 الاب او الام دولت اوريدي بيشتغلوا في حاجه خلاص طبقت فيها حته تك، وهو ده المستقبل، ان هو في الاول والاخر لازم تعرف تتعامل مع ده. زمان واحنا اطفال كنا بنقعد نشوف حاجات واو، اللي هو ازاي الناس هتسافر وتروح وتيجي فضاء وبسرعه، والسرعه والحاجات اللي بتجري كتير قوي حوالينا دي. ففي الاول والاخر الناس لازم تواكب ده، واللي مش هيواكب ده مش هيعيش طبعا، بس في الاول والاخر هيبقى هيفضل مكانه. ده حقيقي، وهيبقى معزول بشكل ما. بالظبط كده.